إذن مشاهدينا لوصول هاكشتاين، وستبدأ لقاءاته بعد قليل، وسنتابع كل ما يتعلق بهذه الزيارة لهوكشتاين، والتي من المفترض أن يسمع ويناقش فيها الرد على الورقة التي قدمتها أمريكا لإسرائيل ولبنان. إذن نتابع وصول الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين للقاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إذن في هذه الصور المباشرة. وحزب الله يطلق 10 صواريخ على شمال إسرائيل، ونتنياهو يتوعد بملاحقته حتى مع الاتفاق. الجيش الإسرائيلي واصل اقتحام جنين ومخيمها منذ ساعات الليل، واندلاع اشتباكات عنيفة. آلاف النازحين الفارين من شرق الجزيرة يتدفقون على المناطق الشرقية والشمالية من البلاد، والحدث ترصد أوضاعهم. أخيرا، وبعد تكهنات عدة حول موعد وصوله، حطت طائرة الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين في مطار بيروت الدولي صباح اليوم. وقبل لحظات كما تابعنا في المباشر، وصل بالفعل هوكشتاين للقاء رئيس البرلمان نبيه بري. أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية أنه حينما وصل إلى المطار، هوكشتاين حقائبه تم إخضاعه لتفتيش دقيق عملا بالإجراءات المتبعة في المطار. هذا حدث في وقت سابق اليوم. وتفاعلت قضية تفتيش الوفد الأمني الإيراني المرافق لمستشار خامنئي علي لرجاني، وخصوصا بعد الإشكال مع جهاز أمن المطار إثر رفض الفريق الامتثال للإجراءات الأمنية المشددة المعتمدة منذ بداية الحرب. سنعود لزيارة هوكشتاين إذن وتفاصيل حولها مع مراسلة الحدث غنوة يتيم التي تنضم إلينا من بيروت. غنوة، أهلا بك. إذن معك في مزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة. كما تبعتم، وصل قبل قليل الوفد الأمريكي آموس هوكشتاين إلى عين التيني، والمفترض أن يبدأ اللقاء الآن بين رئيس مجلس النواب، وأيضا يعني هو المسؤول المباشر عن ملف المفاوضات للتشاور أكثر حول موضوع المسودة الأمريكية التي كان لبنان قد أرسل إجابته عنها إلى السفارة الأمريكية يوم أمس، ومن ثم كان هناك وصلت أيضا نسخة للمفد الأمريكي ولفريق التفاوض. حتى الآن يعني الجانب اللبناني يصف الأوضاع بالإيجابية، هناك بعض النقاط التي يريد توضيحها. مصدر من رئاسة الحكومة كان قد تحدث عن نقاط يتم دراستها بند على أن يكون هناك تشاور حولها بشكل مباشر، ولكن أيضا أوساط هوكشتاين كانت قد تحدثت بأن هذه الزيارة لم يكن هناك فعلا أجواء إيجابية ورد إيجابي من قبل الطرف اللبناني. من المفترض أن يكون هناك تصريح مقتضب لهوكشتاين بعد انتهاء لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن بحسب ما علمنا هنا بأنه لن يسمح لطرح أي أسئلة، فقط يكون هناك تصريح وبعدها يغادر. إذا سيكون هناك تصريح لن يعني تقبل أسئلة. نعم. من الصحفيين اليوم. ماذا أيضا غنوة عن جدول اللقاءات؟ مع من سيلتقي اليوم بعد أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ اللقاءان الأساسيان هم لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. أيضا عادة في تلك الزيارات يكون لقاءات مع قائد الجيش جوزيف عون، ولكن اليوم طبعا الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو دراسة المسودة الرسمية المكتوبة الأولى التي كان قد حصل عليها لبنان، محاولة يعني تذليل أي عقبات، محاولة فهم الموقف
الموقف اللبناني. طبعا هذا الأمر أمر التفاوض يستمر وسط تخوف من أن يستمر أيضا التصعيد الميداني، لأنه حتى الآن هذه خطوة من خطوات المفاوضات، لا يعني بأن هوكستين سيتمكن اليوم من التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، ولكن هذا الأمر يعني لم يعد مستبعد أن يكون خلال أسابيع في حال كان هناك فعلا إيجابية من لبنان، وهذه الإيجابية تعكس أيضا إيجابية حزب الله، لأنه المعني الأول بكيفية التصرف في الميدان، سواء كان تراجعه من جنوب الليطاني أو وقف إطلاق الصواريخ، أو يعني طبعا هناك شروط داخل تلك المسودة. لبنان يصر أن لا يكون هناك انتقاص للسيادة اللبنانية فيها، ويريد توضيح بعض النقاط. كان هناك حديث عن أنه يمكن لبعض النقاط أن تحل بأن يكون هناك تمثيل للولايات المتحدة وبريطانيا، لقوات الولايات المتحدة وبريطانيا من خلال وجودهم في قوات اليونيفيل، وبالتالي بهذه الطريقة تكون الولايات المتحدة فعلا قادرة على مراقبة تطبيق هذا القرار، ولكن هذا كله لا يزال أفكار ومقترحات بانتظار يعني صدور الرد النهائي. هل سيكون هناك مؤتمر صحفي بعد انتهاء كل المقابلات اليوم غنوة؟ وهل سيسمح للصحفيين لطرح من المستبعد أن يكون هناك مؤتمر صحفي؟ أصلا كان هناك تكتم كبير حول هذه الزيارة، يعني عادة في مرات سابقة كنا نعلم جدول هذه الزيارة في وقت مسبق. اليوم كان هناك بلبلة، يعني كان هناك إيجابية من قبل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذين قالوا بأنهم فعلا أعلنت بأن هذه الزيارة يوم الثلاثاء، ولكن أوساط الفريقين لم تكن تعلق على الموضوع. كان هناك من ثم إعلان لتأجيل الزيارة، ومن ثم أعلن بأن هوكستين توجه فعلا إلى لبنان. عندما سألنا اليوم لماذا كانت كل هذه البلبلة، يبدو أن ما نسب أمس بأن كان هناك تأجيل لزيارة هوكستين كان قد فاجأ الطرف اللبناني، لأنه لم يكن يعلم بأن هناك إمكانية لتأجيل الزيارة. يعني الخبر الذي كان قد صدر عن موقع أكسس يوم أمس بأن هناك تأجيل للزيارة، لم يكن هناك إعلام للجانب اللبناني به ليعود ويعلن عن أن هناك زيارة، وبأن هوكستين فعلا انطلق من الولايات المتحدة إلى لبنان على أن يتوجه إلى إسرائيل لحمل الرد اللبناني. غنوة، الأجواء والتصريحات من حولك وأي تسريبات، هل تتحدث عن أنه هوكستين في لبنان ليسمع رد على الورقة الأمريكية، أم يناقش بنود مع الجانب اللبناني حول ما ورد في هذه الورقة فيما يتعلق بال 1701 وما طرح أيضا بتواجد أمريكي أو مراقبة أمريكية على المرفأ والمطار في لبنان؟ طبعا يعني لبنان سلم رده منذ يوم أمس بعد أن تسلم رئيس مجلس النواب الرد من حزب الله. اليوم هوكستين هنا ليناقش بعض النقاط التي لا يزال لبنان يعتبرها خلافية، لمحاولة تقريب وجهات النظر، لمحاولة إيجاد المخارج لبعض البنود، لأن الجو العام هو أن لبنان اليوم أمام خيارين، إما أن يكون هناك تفاوض يؤدي إلى وقف إطلاق النار وينهي الحرب الدائرة في لبنان، وإما أن تستمر آلة الدمار، أن تستمر الحرب، أن يكون الكلام للتصعيد الميداني، وأن يعود لبنان بعد فترة ويفاوض من جديد. لذلك يعني حتى الآن يعني النتيجة الأخيرة للزيارة، يعني الخياران مطروحان، ولكن هناك إيجابية يتحدث عنها أوساط عين التيني، تتحدث عن إيجابية. الرئيس نبيه بري كان قد تحدث عن الإيجابية في أكثر من مرة على أن يكون هناك وقف لإطلاق النار خلال أسابيع. شكرا غنوة، وسنتابع معك طوال اليوم كل التفاصيل المتعلقة بهذه الزيارة. مراسلة الحدث غنوة يتيم، كنت معنا من بيروت.